Çok aran sen. اختين لاباس؟ خويا منير الوليده تخبط راني ما عرفتش مالها ما عارفه ما ندير اخويا. اشنو كاينه هند؟ ما عرفتش وكان هذيك الصخبه ديال طونجي عاوتاني وتعاد لي يلاه. صافي قطعها انا جاي قطعها. صافي قطعها انا جاي. Je comprends pas. Et pourtant, doit la tête de l'Ouali d'un autre moment. Je suis à une nature. Je ne fais pas. Ce qu'il y a 5 grammes. Il y a comme ça, un doigt. Oui. Je suis un doigt. 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 Je عطيتكم حتى ليستا في المأكولات الممنوع عليها وسورتو السكريات. أنا عارف الرجيم صعيب باش يدار لكن ضروري لصحتها. سمعتيها ممشي الطبيب شنو كيقول؟ خاصك ضروري تتبع هادشي اللي كيقول لك سينو غيتقلق. أنا راه كندير رجيم ما كناكل لا سكر لا حلوة لا حتى شي حاجة. ربما عندي شي مرض اخر. ايوا الحاله هذه نحيدوا الشك نديروا لي زاناليز دوتر اناليز. امان ونزيدوا معاهم الراديو هذا. أتوقف معكم أمان. شكرا دكتور. مرحبا. الله يشافيها. أمين. الله يشافيها. شكرا. عفاك سلم لي على كنزة. سلم لي على بنيتي صوفيا. الله يسلمك. ما تنساوش راكم عايشين عندنا غدا. إن شاء الله. إن شاء الله. انا المهم شي الدول اللي كتاخذي هدين. الله يرضي عليك وليد. امين. عندك تنسى العراضه ديال غدا؟ لا المهم شي ما ناسيش. هذه فرصه باش تعرف على صوفيا. كنعرفها امي كنعرفها. يا انا وليد حيان خايفه نموت قبل ما نشوف وليداتك. ما تقوليش هكاك امي مازال العمر طويل ولادي انت تربيهم ما يطول ليا في عمرك. الله يرضي عليك وليد. الله يرضي عليك. امين. الله يرضي عليك وليدي. عيط على اختك طمنها عليا. واخا يلا. الله يرضي على وليدي. الو هند عارف سي الوالد راه لاباس ما عندها شي حاجه. سلامي. سلام. مزيان؟ الحمد لله. سمحي لي يا اختي تعطلت شتني واحد الكليان عصرني مزيان. ولا خويا منير بزاف ساعه ونص هادي وحنا لابسين كنتسناو فيه. فين هي امي؟ امي هو منير جا. صافي خليك انا غادي. وليده اش كديري؟ ما كندير والو وليدي. اشنو هادشي؟ والو والو وليدي والو والو. كعب الغزال والشوكولاط هذا هو الريجيم. واش حماقيش يا الوليده؟ صافي صافي وليدي ما تفقش ما تفقش. كتعرف الاطباء هما هادو الا جينا نديو عليهم غنموتو غير بالجوع. سيدي وليدي حبيبي كعيبه ولا جوج ما فيها بس. والله ما عندك علاش تحشمي امي. واش امي انا كنخسر في رزقي ومخلي خدمتي ومقابلك وانت ما حاساش بيا كتقولي في الاخر حلوه ولا جوج. يلا نمشيو. امي كنتي كتقولي في حلوه وزيدوا ماشي سوقكم. انا منكم اللي غادي نحكم فيكم ماشي نتوما اللي غتحكموا فيا. ناكل اللي بغيت. ايه صافي حنا دابا علينا غير السمع والطاعه ياك. ولا داك التحليل البارح اللي دوزتيه الراديو خلصت فيهم 4000 درهم سمعتيني 80000 ريال. منير اخويا بزاف هادشي هذا بركه. سير اخويا بدل ساعه اخرى حلوه ما فيها بس مره مره. انا بالياك تضحك على الناس ما دايرها ما فهمتش.
ملي يديري اليد مع داك الدكتور ديالها، ولكن اليوم غادي نمشي ندوي معاه، اليوم غنحل هاد الحريره. صافي اخويا صافي برد، سير سير حنا جايين، يلا نعل الشيطان. انا كنتسناكم تحت. ياك كتمنى عليا 80، خسرت عليا 80000 ريال، شكون اللي ولدك؟ شكون اللي كبرك؟ حتى وليتي راجل كتصور الفلوس وعندك 80000 ريال؟ شحال من مرة بقيت عليا أنا وشريت لك التريكوات، شحال من مرة بقيت حفيا أنا وشريت لك الصباط، ما عقلتيش ملي كنتي كتمرض وكنركبك في ظهري وما عنديش الفلوس وكنمشي على رجليا للسبيطارات وكنغسل عليك الفلوس ونشري لك الدواء، ولكن أنا أمك ما منيتش عليك، ما بغيتش فلوسو، ما بغيتش فلوسو، ما يدير لي تحاليل، ما يجري لي دواء، ما يدير لي والو، أنا بغيت غير ولدي اللي كنت كنعرف، ولدي الدرويش اللي كان كيبغي ماما، ويجي عندي ويطلع لي ويقول لي عطيني هاد الما طيبة، قول لي ماما كيف بقيتي؟ ما بغيتش فلوسك، جي عندي واسيني، ما بغيتش الدواء، الحنان هو اللي كيداوي، ماشي الفلوس، فلوسك زيدهم فيك، جي عندي، سول عليا وقول لي أمي مزي، وأنا نبرا. بغيت ولدي، بغيت ولدي، ما بغيتش الفلوس. صافي الله يخليك، الله يطول لك في العمر. أنا مش عارف الناس كيف كيتسناو فيك. خبي عليا في المال، كسدي عليا عمرك. وعندك تكتري منها عافاك. يلا مشيو يلا كيتسنى أنا يلا. نزيد أنا بعيد بالله زيد. مرحبا. بارك الله فيك. نهار كبير هذا. ليه تكون لالا لطيفة كيف بقيتي؟ الحمد لله لاباس. ايوا الحمد لله. مرحبا بكم. مرحبا. شكرا. الله يبارك فيك. مالك شتك ما عجبانيش؟ لا والو كلشي مزيان. فين هي صوفيا؟ ها هي هكذا بغطاك. مرحبا. تبارك الله تبارك الله على بنتي صوفيا. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يخليك مزال بنيتك تبارك الله. الله يبارك فيك لالا الله يبارك فيك. سي منير وليدي عمل عمل تحشمش لا ورلينا عائله واحده دابا. ايه راه ولينا عائله واحده. داكشي علاش ملي كتجي عندك الوالده كتقول ليها هبط تخلص في لاكيس. منير خليني ندوي. وقيلا السي السقاط راه صحاب بيناتهم ما كيتخلصوش، وانت كتقول لي عائله واحده. ما خدمه ولا عائله؟ عائله يفو با ميلونجي لي دو. اه راه نتوما السي اللي وليتو كتعرفوا تفرقوا ما بين الخدمه وبين العائله، وانا هنا وسط منكم بحال الحمار ما عارف والو، ولكن غادي نولي نفرق. شكرا السي السقاط، انا كنتسناكم برا. منير اجي، منير اجي لهنا. سمحينا سمحينا على هاد الدخلة. ما كاين باس لالا ما كاين باس، نوضو شوفو نخليوش بعدو نوضو شوفو. اش هاديك الشوهة؟ اش هاديك الشوهة اللي درتي؟ اش من وجه مازال غادي نتلاقى بهذوك الناس؟ بحال هذيك البنت فين مازال غتلقاها؟ زوينه ومؤدبه وبنت عائله وباها عنده الفلوس. شوفي الواليده انا اصلا داك البنت ما كتعجبنيش، ولات بقيت تبرزطي بيا تبرزطي براسك وتبرزطي بريجيمك. ونير بركه واش غادي تبداو تاني؟ راه انا اختي اللي بركه عليا، انا اللي بركه عليا، حتى انا اختي راه عندي حياتي، حتى انا عندي خدمتي، وحتى من الويكاند كنجي ندوزو معاها، هي ما حاساش بهذا الشيء. شوفي الواليده الا كنت غنديك للسبيطار غادي نديك سبيطار ديال المخزن، ماشي انا نبقى نخسر في رزقي وبحال اللي كنخوي الماء في الرمله. نعطيك واحد الري ديني ندور العجزه وتهنى مني وصافي، تهنى مني في البر. الله يحفظك ربي انت، الله يحفظك الله يحفظك لهلا يحوجك. Thank you.
شكرا. هند اختي بلا ما تقول لي اجي طلب منها السماحه، صافي تاكل اللي بغات دير اللي بغات، انا راه اختي ماشي الفلوس كيطيحوا عليا من السماء، ولا بغات نديها للسبيطار غادي نديها للسبيطار ديال المخزن. منير اخويا الوليده راه ما بقاتش تفيق، انا راه مخلوعه واقيلا جات هذيك السكتة عاوتاني. ايوا صافي وزادت فيه وعيقات بهذا الشيء ديالها عيقات، راه ماشي غير هين تسمعي لي راه ماشي ما عندي ما يدير مبقى مقابله غير هي. صافي صافي انا جاي انا جاي واخا الشيك لا لا سيتي زعما ناخذو في الاخر ديال السيمانه غندوز عندك حيت ما نبغيش نطيح معاك في داكشي اللي كنطحت معاك فيه في الاول. منير خويا البركة في راسك اخويا من جهة الوالدة البركة في راسك. خويا منير الله يحفظك الصبر. قضاء الله ما عندك ما تدير. الله يرحمها. هاك يا سامي جات الضخمة ديال ديما. صوت. لا خويا ما تقولش هكا. ما تقولش هكا كنت غنجي بصوت لا. الله يرضي عليك ولدي خليتي خدمتك وجيتي. وفيش هذا الدراما انت؟ طب دعاويك ورضاك باش واصلين هادشي كامل حنايا. الله يرضي عليك وليدي.